هو ما خدش باله اصلا ان الشاحن على راسه وما خدش بيدور عليه تحت يا رحمن. مسكين انا معلومه ده متراكب هذا محمود هتبني بتاع مراكب كده عشان على طول بتطير بابين لسه هو بتدور عليه في العربيه وعلى راسه. كله أبقى سرعة سرعة بس مشكلة إسلام عشان نروح ونروح بيت ونيجينا واحد نفر عشرة نفر مشكلة واحد نفر زي مشكلة يعني مشكلة عشرة كلهم عشرة كله مشكلة واحد نفر خسارة واحد مشكلة عشرة نفر خسارة معلش يا ما على غير شوف كده